السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. إذن قال شهود عيان إن الشبكات المسلحة تجددت في العاصمة المؤقتة عدن بين قوات اللواء الرابع حماية منشآت وعناصر من الحزام الأمني المدعوم إماراتيا. وقال الشهود إن الاشتباكات اندلعت في مديرية البريقة بعد يومين من صدام دام أوقع 6 قتلى وعددا من الجرحى. وكانت الاشتباكات التي شهدتها المديرية الخميس الماضي قد اندلعت بعد وصول قوات من الحزام الأمني إلى البوابة الرئيسية لميناء الزيت التي ترسو فيها السفن المحملة بالوقود. نتوقف مشاهدين عند هذا الخبر لنناقش في محورين: ما الذي يحدث في عدن ولمصلحة من؟ وإلى أين ستتجه الأوضاع الأمنية والسياسية في عدن في قادم الأيام؟ بعد آخر تتأزم الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وتسير بخلاف الأهداف المرسومة سابقا أثناء تحريرها من سيطرة ميليشيا الانقلاب، وبدلا من استتباب الأمن تبدو عدن أمام أحلاف جديدة مغايرة تماما لآمال الأهالي الذين يحلمون بعاصمة هادئة ومستقرة. فلمصلحة من جر العاصمة المؤقتة إلى هذا المربع الخطير؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عليه بعد مشاهدة هذا التقرير. مشاهدينا سنتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. في البدء كان الأمل أن تتحرر عدن عاصمة اليمنيين المؤقتة من سيطرة الميليشيا. تحقق الأمل وكانت الأمور مبشرة وأهازيج الفرح تطغى على المشهد، لكن سرعان ما انقلبت الأمور وتحول الأمل إلى كابوس، أو هكذا بدت الصورة. وقيل في ذلك أن الأجندة تبدلت وتغيرت، وحين تغيرت توقف الجيش على أعتاب تعز وانحسر تقدمه وعاد إلى أدراجه في عدن التي شهدت إعادة لترتيب أهداف التحالف العربي وعلى نار هادئة. فمن تحرير اليمن وافتكاكه من سيطرة الأذرع الإيرانية وتأمين أمن العرب القومي إلى تأمين المصالح الذاتية وخلق ولاءات وأتباع وإنشاء معسكرات وسجون سرية والسيطرة على جزر وموانئ. لم يتوقف انقلاب الأجندة عند هذا الحد، بل باتت عدن غير متسعة ومتقبلة لمن هم خارج الحلف الناشئ مؤخرا بين أطراف جنوبية مطالبة بالانفصال وأخرى في التحالف العربي. وتحولت بوصلة المعركة من الحرب على الميليشيا الانقلابية إلى معاداة الشرعية ومنع رئيسها من العودة إلى عاصمته، كما رشحت الأخبار القادمة من الرياض مقر إقامة الرئيس هادي. الانقلاب الناعم في أهداف طرف رئيس في التحالف العربي ما يلبث أن يشهد موجة من الصخب والمواجهة بين الفترة والأخرى، لعل آخرها المواجهة الأخيرة التي جرت أمام ميناء الزيت وسط العاصمة المؤقتة بين الحزام الأمني المدعوم إماراتيا وقوات من اللواء الرابع حماية منشآت التابع للحماية الرئاسية، والتي أسفرت عن مقتل 6 أفراد وإصابة آخرين. وعليه يبدو المشهد في العاصمة المؤقتة وكأن أحدا يريد إزاحة عدن من سيطرة الشرعية. لماذا وما الهدف؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على مثل هكذا تساؤلات. إذا نسهل النقاش وينضم إلينا من نيويورك الناشط السياسي أحمد الصالح. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. بداية دعنا نبدأ، أنت لعلك تابعت ما يحدث في العاصمة المؤقتة خلال اليومين الماضيين وحتى اللحظة، ما الذي يحصل في عدن ولمصلحة من؟ الإشكالية سيدي العزيز عن كل جهة بما فيها الإعلام والمراقبين عندما يحللون الوضع في عدن يحللونه من منطلق الموقف الذي يقفون فيه هم، وبالتالي يشخصون المشكلة بطريقة خاطئة أو طريقة عكسية تماما. نعم. بعيد عن الإنصاف وقراءة الوقائع بشكل صحيح. أنا أتحدث في المجمل يعني بنظرة عامة ولا أتحدث عنكم، يعني أتحدث عن وسائل الإعلام عامة والمراقبين والمحللين. نعم. وهذا أمر لن يساهم في حل مطلقا ولن يساهم في إيجاد مشكلة أو توافق أو تقارب بين كافة الأطراف الموجودة. نعم. إذن ما هي الصورة الحقيقية في العاصمة المؤقتة؟ ما يحصل في العاصمة عدن وهي عاصمة أزلية وأبدية وليست مؤقتة، أنه هناك حالة حرب تعيشها البلد إجمالا في الجنوب وفي الشمال، وهناك حكومة كان يفترض لها أن توازي حالة الحرب بعيدا عن الأجندة السياسية وبعيدا عن النعرات التي يفترض لها، لأنها هي عبارة عن سلطة تنفيذية. ولكن للأسف الشديد
هذه الحكومة عبر أكبر قياداتها وهو رئيس الوزراء فشلت فشلا ذريعا وواضحا. يعني أبسط محلل وأصغر إنسان سيرى المعطيات للحلول والإنجازات تكون واضحة للعيان. هذه حكومة ولديها محافظة صغيرة مثل عدن، حجم سكان قليل ومدينة يعني صغيرة جدا، يعني ليست مترامية الأطراف مثل أي محافظة أخرى. لكن سيدي منذ الوهلة الأولى هناك تمرد على هذه الحكومة وعدم منحها الفرصة للعمل. يا سيدي العزيز، الأصل في الأشياء أن الحكومة هي الأصل وما دونها يعتبر استثناء. يعني عندما تحدث فرضا أن تكون التمرد معناته أنه شيء استثنائي فقط، لكن الحكومة هي الأصل. يعني يفترض بأن الدولة لها أدواتها في إنجاز هذا الأمر، وإن عجزت في هذا الأمر تقدم استقالتها وترحل أو تعلن ذلك للشارع. ما يظهر لنا يا سيدي العزيز بأن هذه الحكومة فاسدة فسادا واضحا للجميع بشهادة بعض موظفيها. محافظ عدن بالأمس في تقريره وبيانه الذي أرسله حول موضوع نهب الأموال وعدم استخدامها في مسارها الحقيقي، بينما بن دغر يتغنى بإنجازات كاذبة لا وجود لها. وعد الناس بالكهرباء لم يجدها، وعد الناس بالقود لا يوجد. اليوم العملة يعني انتهت وذهبت، الأسعار في الحضيض، الخدمات غير متوفرة تماما، الرجل نفسه ليس له قبول داخل المناطق هذه. بالإضافة إلى شيء مهم جدا وهذا سأتحدث معه، ويجب أن تسمعني في هذه النقطة. تفضل. في الأساس رئيس الحكومة لا يمتلك الشرعية الحقيقية. هناك مسارين للشرعية الحقيقية. مسار الأول هو الدستور والقانون. إن كان بن دغر أتى من طريق الدستور والقانون، فإنه أي رئيس وزراء بناء على الدستور اليمني القائم يجب أن يحصل على موافقة وعلى من المجلس النواب، وهذا لم يحصل في عهد بن دغر. وإن كان يعتمد على المبادرة الخليجية، فالمبادرة الخليجية ذكرت في موادها حول الحكومة بأن تكون الحكومة حكومة وفاق وتوافق بين كافة الأطراف، وهذا لم يحصل. فبالتالي الحكومة لا يوجد لها لا شرعية قانونية ولا وجود قبول شعبي ولا إنجازات تذكر. حتى لو أنها لا يوجد لها شرعية، يفترض بأن يوجد لها نوع ما من بعض الإنجازات أو بعض الأمور التي يفترض بها إنجازها للمواطن البسيط، ولكنها اهتمت بموظفيها وأقارب الموظفين وأسرهم وزوجاتهم وأبنائهم فقط، إنما الشعب يعاني. وهذا يا سيد العزيز بعيد عن المناكفات السياسية وبعيد عن التمرد والميليشيات ومش عارف إيش، هذه أمور واضحة. ماذا فعلت الحكومة؟ لم تفعل شيء. كل ما فعلته بأنها أفسدت الوضع وزادت الطين بلة، وتحاول جاهدة عن طريق رئيس وزرائها وبعض الوزراء فيها بأن تحاول خلق صدام كبير جدا بين الناس لتغطية فشلها. وهذا أمر يا سيدي العزيز يجب على رئيس الجمهورية وعلى العقلاء في هذه الشرعية قراءة المعطيات بدقة ومحاسبة هؤلاء وابعادهم. يعني اليوم سعد الحريري الذي يحكم داخل بيروت قدم استقالة ببساطة عندما عجز بأن يجد حل. بن دغر وهو في محافظات صغيره جدا لما استطاع حل حاله الامور يفترض عليه بكل احترام ان يقدم استقالته ويبقى له في غرفه فندق في الرياض يطلب الله. لكن سيد يعني سيد احمد، في ظل الوضع الاستثنائي الذي نعيشه اليوم، وايضا كان الاحرى ان يتم الالتفاف حول هذه الشرعيه بدلا من يعني عرقلتها في جميع اعمالها منذ اللحظه الاولى. يعني كيف يعني سواء لو ذهبت هذه الحكومة وأتت الحكومة التي بعدها والتي بعدها، لن يستقر الوضع في ظل الوضع القائم حاليا. يعني هناك أطراف عديدة، كل طرف يرى نفسه هو صاحب يعني الحق الحصري في حكم هذه المدن المحررة. غير صحيح يا سيدي. الشرعية دعني أقول بأن الشرعية أول من تبناها واحتضنها هو شعب الجنوب، وأول من دافع عنها ورفع صور الرئيس هادي في الجنوب هو أبناء الجنوب عن طريق مقاومتهم وقادتهم وقيادات المجلس الانتقالي كانوا في الصفوف الأولى يدافعون عن الشرعية، وكان شعب الجنوب كله احتضن هذه الشرعية. ثم حصل خلاف وتباين وتصادم مشاريع وانقضت هذه الشراكة للأسف الشديد، ونحن لازم نأمل بأن تعود اللحمة مرة أخرى لأن هذا في صالح الجميع. أما موضوع الحكومة موضوع مختلف تماما. الحكومة هي سلطة تنفيذية ليس لها في الأجندة السياسية والمناكفات بين الأطراف، هي لها دور خدماتي واضح جدا بناء على نصوص الدستور والقانون، وبالتالي يفترض بها أن تنع عن نفسها عن هذه الأطراف. هي تقوم بخدمات بحكم أنها سلطة تنفيذية ولديها مواد في دستورية وقانونية تقوم في المسار بتنفيذها حسب ما خطط له وما رسم له. أما ما نراه اليوم هو فساد واضح. هذه حكومة نهب وحكومة تجار حرب. كل ما فعلوا هؤلاء داخل الحكومة، وأنا لا أتكلم على كافة وزراء، هناك وزراء يحترمون أنفسهم وهم قلة قليلة، لكن أتحدث على السلطة العليا من رئيس الوزراء ومن حوله. يا سيدي العزيز، يعني كل ما نراه وما أثبتته بكافة الدلائل والوقائع هي بأنه فقط يحاولون أن يعني يسطون على أموال تحت أسماء وشاريع وهمية لا وجود لها على الحقيقة. أعطني سيد أحمد حقيقي. الكهرباء من كان يمنع الناس من أن ينجزوا الكهرباء؟ لا يوجد أحد. من منع الناس من توفير الوقود؟ لا يوجد أحد. هذه أمور كذب عندما نقول بأن هناك من يعرقل مسار الحكومة، هذا كلام غير صحيح. نعم. هذه محطة الكهرباء. سيد أحمد وضحت وهذه محطة الوقود.
وضحت فكرتك، ولكن دعنا نشرك معنا في النقاش، وأيضا سأنقل وجهة نظرك في هذا الجانب لضيفنا السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء سيد غمدان الشريف. سيد غمدان، مساء الخير. سيد غمدان، هل تسمعني؟ أهلا وسهلا أخي العزيز عليك وعلى جميع المشاهدين. أهلا بك سيد غمدان. إذن لعلك استمعت لضيفي الآخر، كان السؤال حول ما الذي يحدث حاليا في عدن، فكان ضيفي الناشط السياسي أحمد الصالح تحدث أن كل ما يدور هو بسبب فشل الحكومة الشرعية، بل والفساد المتواجد في هذه الحكومة وفي جميع أعضائها. لو سمحت لي أخي العزيز دعني أعلق ولو بشيء بسيط ولأذكر جميع المشاهدين أن حكومة الدكتور أحمد بيت بن دار ومن تعيينها في 3 أبريل عادت إلى العاصمة المؤقتة عدن، عادت وكانت هذه العاصمة عدن تغرق مئات الصرف الصحي، كانت بلا، كان الموظفين بلا مرتبات، كانت عمليات تنظيم القاعدة وداعش تطال سكان هذه المدينة. عادت حكومة الدكتور أحمد بن دغر لا توجد هناك مؤسسات، كانت السلطات المحلية في عدن وفي المحافظات المحررة تورد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي صنعاء تحت السلطة الإنقلابية دون أن تنتجس منهم ريال واحد. عادت حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وهي لا تملك ريال واحد، لم تكن هناك ميزانية لديها، لم تكن هناك إيرادات. عادت حكومة الدكتور أحمد بن دغر وحققت إنجازات كبيرة، اليوم الكهرباء في عدن تصل إلى 18 ساعة إضاءة بدل ما كانت تصل إلى 18 ساعة انتفاع. الأمن والاستقرار في عدن، الطرقات، حدث عجلة التنمية، لم تكن الحكومة قادرة حتى على التجول حتى على العودة في حكومة في العاصمة مؤقتة عدن، ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك، ذهبت إلى المهرة هناك. ومن يعيق عمل الحكومة اليوم هم أصحاب المشاريع الضئيلة التي انقضوا على هذا المشروع الوطني والذين لا أرادوا له أن ينجح. بعد أن حققت الحكومة هذا الإنجاح، بعد أن عادت الحياة إلى عدن، هم وحامل المشاريع التي يخططون لها لا يريدون أن تستمر هذه العجلة. لم تكن الكهرباء منقطعة عندما كانت الحكومة تمارس عملها بكل الصلاحيات، لم تكن لم يكن هناك، نسمع عن اغتيالات بعد أن مارست الحكومة. عادت مؤسسة القضاء، عادت النيابة، عدت الأشياء كثيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولكن اليوم اختلف الوضع تماما. أخي العزيز، المواطن اليمني اليوم دعوا إلى إسقاط هذه الحكومة، لم يخرج أحد، لم يخرج أحد غير المقاتلين المسلحين. وللأسف الشديد أنهم بحسب دعوات المجلس الانتقالي الذي أعلن الانفصال والذي رفض واضحا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لماذا التحالف العربي دعم الشرعية جاء من أجل هذه المخرجات، من أجل المبادرة الخليجية، من أجل مخرجات الحوار الوطني، من أجل قرار مجلس الأمن. أنا ألاحظ اليوم أن هناك دعوات في العاصمة المؤقتة عدن وهي مرفوضة ولن تسمح بها. لكن من المسؤول اليوم عن حالة الانقسام الأمني في الأمني والسياسي أيضا في العاصمة المؤقتة عدن؟ ولمصلحة من يعني هذا المسؤول عنا بكل صراحة، المسؤول عنا بكل صراحة هم الذين فقدوا هذه المناصب بسبب فشلهم الذريع في إدارة هذه المحافظات. من الذي يدير اليوم أعضاء المجلس الانتقالي هم كانوا على عكس السلطة، كانوا محافظين المحافظات وحين فقدوا هذه المناصب أعلنوا عن المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي هو لا يمثل الجنوب، اليوم من يدير اليوم رئيس الجمهورية هو من المحافظات الجنوبية، رئيس الوزراء هو من المحافظات الجنوبية، اليوم لدينا مستشارين من المحافظات الجنوبية، من يدير اليوم الجمهورية من شمالا وشرقا وغربا هو من الجمهور، هو من أبناء المحافظات الجنوبية. الذين ينقضون اليوم ليس هم أبناء القضية الجنوبية، أبناء القضية الجنوبية الحراك السلمي موجود اليوم مع الشرعية، الذين اليوم ينقضون على الشرعية ويتكلمون عن الفساد. أخي العزيز، تكلم ضيفة العزيز عن فساد الشرعية، عن فساد 14 مليون دولار حيلة الاتصالات المهندس رفيدة شريف وزير الاتصالات من أجل نقل المركز الرئيسي من صنعاء إلى عدن، ولا يريدون ذلك. الحوثيين احتجوا على ذلك، وكذلك الذين نشروا هذه الإشاعات احتجوا على ذلك. لماذا لا تكون الاتصالات داخل عدن وهذه شبكة داخل عدن؟ أي فساد نتكلم عليه عندما نتكلم عن 5 مليار؟ نحن اليوم هذه 5 مليار التي هي قاعدة الاتصالات هي من أجل
بنيه تحتيه قويه لعدن، عدنا شبكه اتصالات، عدنا شبكه، نقلنا البنك المركزي، قمنا بتقديم خدمات. اخي العزيز اذا قارنا مقارنه بسيطه ما بين صنعاء وما بين عدن وايهما الخدمات، اليوم لا يوجد موظف بدون راتب في المحافظات المحرره، الخدمات تحسنت عدن اليوم غير عدن الامس، وانا اقول لك الامس قبل عام ونص. اخي العزيز يجب علينا ان نصارح الشعب وان نواضح ذلك في المكاشفه ان هذه المشاريع التي تدعو اليوم الى اسلاب الحكومه هي مشاريع انقلابيه. بصح التعبير ما يحدث اليوم هو شبيه ما حدث في عام 2013 عندما انقضوا الحوثيين وصالح في 21 سبتمبر وانقلبوا على شرعيه الرئيس عبد الرب منصور هادي. المشروع اليوم هو نفس وهو لإسقاط هذه الشرعية أو عدم الاعتراف بمحرية الحوار الوطني. أحد أعضاء المجلس الانتقالي قال نحن نرفض بمحرية الحوار الوطني، وكما قالها الرئيس السابق علي عبد الله صالح أنه يرفض بمحرية الحوار الوطني. لذلك علينا اليوم أن نثبت الشرعية. لدينا اليوم معركة واحدة أخي عزيز، عندما ننقل خط الاتصالات إلى عدن من صنعاء وبعض الإنزعاج فهذا يزعج البعض الآخر. لماذا ينزعجون أن تكون هناك مشاريع داخل العاصمة المؤقتة عدن؟ لذلك أخي العزيز هناك صراع هو لرفض مخرجات الحوار الوطني. اخي العزيز كلهم ضيفك العزيز قال الحكومه هي حكومه تنفيذيه، لا يريدون الحكومه ان تتكلم بالمبادره الخليجيه، لا يريدوها ان تتكلم في مخرجات الحوار الوطني، لا يريدوها ان تتكلم في قرار مجلس الامن الدولي. اذا ماذا يريد الحكومه؟ هي حكومه شرعيه وهي حكومه مبنيه على هذه المبادره الخليجيه وجاءت على هذا الاساس، ولن نقبل شعبنا في تحقيق ذلك المشروع الوطني الذي ينتظره اليمنيين ودافعوا عنه. لذلك أخي العزيز المواطن اليمني يدرك ذلك. مشاريع بمليارات الريالات توجد في حضرموت وفي شبوة وفي مأرب وفي نعم سيد غمدان المهرة. نعم. الشعب اليمني يقف إلى جانب الحكومة وهي مشاريع وما يدعو له اليوم وما يحدث اليوم ما هي إلا سحابة أخي العزيز تكزول قريبا. لأن العالم والتحالف العربي معنا وأكد لنا في أكثر من مناسبة وأصحاب المصالح الضيقة يا أخي العزيز لن تستمر ولن تطول هذه المشاريع، وأنا أنصحهم وأدعوهم عبر قناة بلقيس إلى العودة إلى مشروع الدولة الاتحادية، إلى مشروع الرئيس عبد الرب منصور هادي، أو على الأقل لمواجهة الحوثي وصالح الذي لا زال إلى يومنا هذا يهددنا ويهدد أمننا واستقرارنا. معركتنا اليوم ليست معهم، معركتنا اليوم هي معركة مع الحوثي وصالح. عليهم أن يوقفوا معنا. لماذا تخلق النزاعات داخل العاصمة عدن؟ لماذا يهاجمون المنشآت؟ حرس المنشآت التي تقوم بعمل انهم هم سلطه شرعيه. حربنا اليوم هي ضد ميليشيات الانقلاب وليست ضد الجنود الذين يقاتلون الى جانبنا، ليست ضد الشرعيه. لذلك ندعوهم من قناه بلقيس الى العوده الى هذا المشروع الوطني وترك المشاريع الصغيره. وهناك نعم وضحت الصوره سيد لدينا. نعم سيد غمدان وضحت الصورة، تكرم بالبقاء معي. أعود لضيفي الآخر الناشط السياسي أحمد الصالح. سيد أحمد لعلك استمعت لحديث السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، يعني رغم كل المعوقات أمام عمل هذه الحكومة في العاصمة المؤقتة وأيضا المحافظات المحررة، إلا أنه كما يقول أن الواقع بات مغايرا لما كان عليه بعد الحرب. اليوم الكهرباء يعني 18 ساعة تعمل في المحافظات الجنوبية، هناك مشاكل كثيرة تم حلها. هذا الشيء لا يذكر سوى فقط هناك عرقلة واضحة لعمل هذه الحكومة، وأيضا هناك أجندة بعيدة يعني عن المطالبة بالخدمات وغيره. هناك يعني رفض لمخرجات الحوار الوطني بحسب تصريحات بعض القادة. إذن ما رأيك بما طرح؟ حقيقة أنه أنا أتعجب في الحقيقة أن يعني على قولة يعني أهل صنعاء يعني هذا يكون سارق ومبهرر. يعني أقول بوضوح يا سيدي العزيز بأنه الساعات التي يقول لماذا يغضبون عندما أنهم وفروا الخدمات يتكلموا على لسان الحكومة. هو نحن نغضب في الحقيقة عندما تستغل إنجاز مشاريع وهمية على الأرض والواقع شيء يعني لا يذكر أبدا. يتحدث عن 18 ساعة قد استغلت يوم ولا يومين وجلست أكثر من أسابيع تفاصل 18 ساعة لماذا يتحدث عنها؟ واجب الدولة يا سيدي العزيز هي خدمة الناس دون توجيه كلمة شكر لها، لأن هذا عملها وخدمتها وتقبض على ذلك مقابل ووافقت على أنها تعمل في هذا المسار. وليس واجبنا بأن نصفق لها عندما تفتح شارع أو تسحب مجاري من شارع، هذا واجبها فقط هي تقوم به وتأخذ مقابل ذلك أجور.
نعم، لكن يجب توفير بيئة ملائمة للعمل سيد أحمد، لابد من توفير بيئة ملائمة لعمل هذه الحكومة، يعني بمعنى أنه تكون هناك عمل للحكومة وهناك مؤسسات متمردة عليها، هناك قوات ما يسمى بالحزام الأمني تعمل بأجندة خاصة، بينما يعني مؤسسات ترفض توجيهات، هذا كل هذا أيضا يعرقل عمل هذه الحكومة عن تقديم أي إنجاز، يعني هذا من الشيء الطبيعي. يعني يا سيدي العزيز، نستطيع أن نطلق هذه الشعارات في الهواء، ماذا فعل لهم الحزام الأمني؟ هل أغلق عليهم مؤسسة؟ هل الحزام الأمني أغلق عليهم طريق؟ هل الحزام الأمني حاصر رئيس الوزراء؟ هل الحزام الأمني قبض على مسؤول في الدولة؟ هذا كذب عندما نتكلم. الحزام الأمني يجب أن يكون تاج على رأس كل مواطن، بما فيهم أحمد بن دغر والرجل المتحدث. تمام، وماذا نسمي الاشتباكات التي حدثت خلال يومين؟ وماذا نسمي أيضا عملية احتجاز القواطر المحملة بالبنزين وغيره؟ ورجال المقاومة هم من استطاعوا أن يجعلوا أحمد بن دغر أن يعود إلى عدن، ولولا ثباتهم في المتارس عندما هربوا كل هذه الأسماء لما استطاعوا أن يعودون. غير صحيح عندما يتكلم ضيف، لا أحد ينكر تضحية تلك اللحظة، تضحية تلك اللحظة وأيام التحرير من الميليشيات في الجنوب، لا أحد ينكر كل الجهود التي يعني بذلت من جميع الأطراف ومن جميع الفصائل، لكن اليوم هناك عمل يعني بأجندات خاصة، هناك عرقلة لعمل الحكومة، هناك تعزيز للانقسام السياسي والأمني في داخل المدينة، لمصلحة من يعني أن تبقى العاصمة بهذا الشكل؟ ذكرت لك يا سابقا يا سيدي بأنه لا يوجد هناك عرقلة. اذكر لي موقف واحد بأنه أحد من الأجهزة الأمنية أو من الحزام الأمني أو من رجال المقاومة أو المجلس الانتقالي أوقف أحد مؤسساتهم أو أوقف وزير عن عمله، لا يوجد أحد. هذا كذب، يحاولون إطلاق من هذه الأمور ليغطون على فشلهم وخطأهم. عندما تحدث صراحة كنت أضحك عندما يقول بأنهم عندما عادوا في شهر أبريل عندما تم تعيين رئيس الحكومة بأنهم وفروا الأمن والاستقرار وعملوا. يا سيدي العزيز، من وفر الأمن والاستقرار وكافح الإرهاب وتنظيم القاعدة وداعش في عدن هم رجال المتارس وليسوا رجال الفنادق، وهم معروفين ولا زالوا إلى اليوم في العاصمة عدن يقفون على أقدام بأقدام صلبة وعلى أرضية ثابتة، وليسوا من يلبسون البدلات ويسافرون في الدرجة الأولى وأولادهم في أفضل الجامعات. غير صحيح، الحكومة لم تنجز أي شيء من هذه الأمور التي يتحدث عنها. الحكومة استغلت ذكر هذه المشاريع فقط لتنهب وتسرق، وكل شيء مثبت بالأرقام والدلائل. وعندما يتحدث مسؤول تنفيذي في الدولة عن مخرجات الحوار الوطني بينما لم يصدر أي قانون حول مخرجات الحوار الوطني، لم يصدر تنفيذها، لم يصدر أي شيء، عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن وهم، عن ورقة موجودة في جيب عبد الربه منصور هادي فقط. لا يوجد شيء اسمه مخرجات الحوار الوطني، ومخرجات الحوار الوطني وأي مشروع قابل يجب أن يكون محل موافقة شعب الجنوب. طيب عندما سيد عندما يكلف عندما يكلف رئيس الجمهورية يقوم بتكليف شخص يعني يعمل ب أحمد سالمين يعني وقائم بأعمال محافظ المحافظة ويمنع من دخول مبنى المحافظة من قبل عناصر في الحزام الأمني، ماذا نسمي ذلك؟ سميه بأن أحمد سالمين وهو محل احترام وتقدير كان يدخل المحافظة كل يوم، هذه المعلومة قد لا تعرفها، كان يدخل ويداوم عمله ومساراته. ولماذا اعترض على دخوله المحافظة بعد التكليف؟ لماذا يعني اعترضوا على دخول مبنى المحافظة؟ هناك ظهرت مشكلة فساد كبيرة جدا من قبل رئيس الوزراء، والشعب هناك يرفض رئيس الوزراء ويطالب باستقالته ومحاكمته. من يحاكم رئيس الوزراء؟ عناصر في الحزام الأمني ويعني بعض الأفراد يقومون بالمحاكمة بعرقلة الحكومة من القيام بالمهام؟ لن يقوموا بمحاكمة، نحن نطالب بمحاكمة ولن نقوم بمحاكمة لأن هذه مسؤوليات الدولة. نحن كمواطنين وأفراد من الشعب من واجبنا بأننا عندما نرى فساد نقول هذا فساد، وعندنا إثباتات مادية ملموسة على هذا الأمر ونطالب بمحاكمتهم. الحزام الأمني يا سيدي العزيز ليس كما تظن أنت أو كما يطلقون عليه ميليشيات. الحزام الأمني الرئيس هذا يتعامل معهم بشكل مباشر منذ أول يوم. الحزام الأمني لم يكن وليد اللحظة اليوم، ولم يأتي أي قرار جمهوري بإقالة الحزام الأمني أو حله أو دمجه مطلقا. وهذه الحكومة بالمناسبة هذه الحكومة، حكومة أحمد بن دغر، لا زالت إلى اليوم تدفع رواتب وأجور ميليشيات علي عبد الله صالح التي تقاتلهم في الجبهات الأخرى، يرسلون رواتبهم إلى صنعاء للناس الذين يقاتلونهم. ويتحدث لي عن رجال المتارس الذين أمنوا عدن والمناطق الجنوبية ودحروا تلك الميليشيات. هذه مهزلة ومسخرة لا نقبل بها أبدا. نحن في الجنوب نعم نقول بصوت عالي بأننا مع استعادة الدولة الجنوبية، ونرفض أي حلول ترقيعية لم يكن لأبناء الجنوب يد فيها بشكل مباشر. مخرجات الحوار الوطني لا زالت وثيقة على ورق ولم تنفذ ولم نصدر فيها أي قانون أبدا إلى اليوم،
والتغني بها بهذا الشكل ما هي إلا هروب إلى الأمام. يعني المشكلة بأساسها ليست مشكلة خدمات سيد أحمد، المشكلة كما نفهم منك ليست مشكلة خدمات، هي مشكلة استعادة الدولة وأيضا رفض لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة وكل ما ورد. لا، هي مسؤولية، أنا أتحدث نحن اليوم عن أن الحكومة مسؤولياتها ليست مسؤوليات سياسية. مسؤولياتها استعادة الدولة مثلا، مسؤولياتها القيام بخدمات، مسؤولية استعادة الدولة. أنت تقول مطلب الشعب هو مطلب استعادة الدولة، ولن تقوم قائمة ولن تعمل حكومة ما لم تستعاد الدولة. نحن اسمح لي يا سيدي العزيز، نعم هذا قرار شعبي القاصي والداني، ادرك الكلام هذا. نحن تجاوزنا مرحلة الشعارات والإعلام ومش عارف إيش، نحن واقع على الأرض. لكني عندما أتحدث اليوم على مشاريع الدولة، الدولة المعترف بها وهي من تقبض الإيرادات إلى اليوم، وهذه الدولة التي تتحدث اليوم مثل ما ذكر ضيفك سابقا حول موضوع الإيرادات، إلى يومك هذا لم تستطيع أن تورد دولار واحد من محافظة مأرب. إلى اليوم البنك المركزي في مأرب وحده يعمل بشكل كأنه دولة مستقلة إلى الآن، ولم يستطع أي مسؤول داخل الدولة تحدث عن هذا الأمر، وكل تركيزهم هو على سرقة أموال الجنوب ونفط الجنوب، ومع ذلك يسرقون ولا يوفرون الحد الأدنى من الخدمات. يا سيدي، نحن من أول يوم من استقبل هذه الحكومة هو نحن وشعب الجنوب، ولكنها فشلت فشلا ذريعا. منذ وصول بندغر إلى اليوم كل الأمور تسوء إلى الأسوأ، على مستوى العملة، على مستوى الخدمات، على مستوى الأسعار، على مستوى حتى الوفاق السياسي، وهذا أمر خطير جدا. وليس آخر الدنيا، يذهب بندغر ويرتاح له شوي ويأتون بوظف محترم صادق وأمين ويعمل، يعطونه فرصة أخرى، ليست مشكلة. تذهب الحكومات، بالأمس استقالت الحكومة الكويتية، اليوم استقالت الحكومة اللبنانية، ليس خطأ وليست آخر العالم، سيعمل بندغر. وهؤلاء بالمناسبة كلهم جميعهم يعني خريجين مدرسة الرئيس المخلوع مثل ما ذكر هو بضاعته، وبالتالي نرى فشلهم واضح وانتقامهم من وضحت الفكرة سيد أحمد، شعب الجنوب بأي فاسد اليوم أبدا. نعم وضحت الفكرة سيد أحمد الصالح الناشط السياسي، كنت معنا من نيويورك. أعود لضيفي الآخر السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء سيد غمدان الشريف. سيد غمدان، نتساءل هنا، ما الذي يمنع الحكومة الشرعية بأن تقدم صورة جيدة في عدن؟ أخي العزيز، أولا دعني أعلق على بعض ما قاله، كان صريحا وواضح الناشط الحقوقي ضيفك العزيز، أن اليوم المعركة هي ليست من أجل الخدمات وإنما من أجل رفض مخرجات الحوار الوطني، وهذه المخرجات رفضها ميليشيات الانقلاب في صنعاء. لذلك أخي العزيز، أعتقد أن المحافظ السابق وهو رئيس ما يسمى مجلس الانتقالي حين عاد إلى العاصمة المؤقتة عدن في ذكرى 14 من أكتوبر، أعلنها في مقابلة له من أول يوم إسقاط الحكومة، وكانت هذه الأسباب هي من أجل ذلك المشروع الوطني الذي نجات اليوم فيه. أخي العزيز، الحزام الأمني محل احترام وتقدير، نحن لم نذكر الحزام الأمني، ذكرنا أن هناك ميليشيات تسعى لخروج الأمن في عدن أو تحاول زعزعة الأمن. أنتم لم تذكروا سيد غمدان، ولكن الوقائع في العاصمة المؤقتة على ماذا تدل؟ يعني هناك اشتباكات ما بين قوات الحزام الأمني وقوات الحماية الرئاسية، هناك منع للمكلف بأعمال المحافظ من ممارسة مهامه من قبل عناصر في الحزام الأمني، هناك احتجاز للناقلات، هناك أمور كثيرة تحدث في العاصمة. أخي، نسميهم عناصر خارجين عن النظام والقانون، بالمصطلح العام هما عناصر خارجة عن النظام والقانون. يجب أن تقف هذه المهزلة، يجب أن تعود الأجهزة الأمنية. أخي العزيز، رئيس الجمهورية شكل حين عودته إلى عدن قرارا بتوحيد القرار العسكري، شكل غرفة عمليات مشتركة لجميع الأجهزة الأمنية، لا زال عمل هذه اللجنة. رئيس الوزراء عقد أكثر من اجتماع باللجنة الأمنية الموسعة في الجمهورية وفي العاصمة المؤقتة عدن. نحن بحاجة اليوم، بأمس الحاجة اليوم، إلى قرار عسكري واحد، قرار أمني واحد. يجب أن تكون هناك لدينا أجهزة أمنية. حين طالب رئيس الوزراء بتوحيد أو دمج الوحدات العسكرية الأمنية والعسكرية، هو من أجل امتناع هذا ما يحدث اليوم. اليوم قتلوا أبرياء داخل العاصمة المؤقتة عدن، وبكرة لا نعلم ماذا يصير. لذلك حان الوقت اليوم لدمج الوحدات العسكرية والعسكرية على أسس وطنية حديثة. نعم، لكن سيد غمدان، هنا نقطة أخيرة وباختصار، يعني بسبب ضيق الوقت، سيد غمدان برأيك بعد الوضع القائم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، هل نتوقع يعني المزيد من الانقسام خلال الأيام القادمة، أم
أنه سيتم حل حالة هذا الوضع؟ لا أخي العزيز، أنا أكد لك وفخامة الرئيس يولي جل اهتمامه ومتابع مع دولة رئيس الوزراء ما يحدث في عدن، والحمد لله وصلت إلى نتائج طيبة، ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن نور خلال 48 ساعة سيكون في العاصمة المؤقتة عدن بعد انتهاء زيارته في المملكة التي التقى فيها عدد من السفراء وأطلع على كثير من الأوضاع، وكذلك على التي لا زالت نسبة الإيرادات فيها تكاد شحيحة، ويتكلمون عن فساد رغم أن هناك 40 مليون دولار مصرفة على قيمة المستجدات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن، بينما نحن نحصل على 60 مليون على 70 مليون دولار في 60 يوم. أي فساد يتكلمون عنه في ظل هذه؟ نعم، إذا وضحت الصورة الذي نعيش في هذه الأراجيل. ولذلك أخي أشكرك، من شعبنا في عدن وفي جميع المحافظات أن الأمور في الأيام القادمة ستكون أفضل، وما هذا إلا سحابة ستزول. نعم، أشكرك سيد غمدان الشريف سكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القد نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي الناشط السياسي أحمد الصالح كان معنا من نيويورك، وأيضا الشكر للسكرتير الصحفي لرئيس الوزراء غمدان الشريف كان معنا من الرياض. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.